فحقيقة التوحيد يحتاج إلى تذكير، يحتاج منا إلى تذكير، لأننا في زمن الفتن، ولا يقف المسلم صامدا أمام هذه الفتن إلا بالتوكل على الله عز وجل ثم بتعلم التوحيد. أتدرون لما؟ أتدرون لما؟ لأن العالم يخاف على نفسه من الشرك. يجب على العالم أن يخاف على نفسه من الشرك، يجب أن يخاف من الشرك. فما ظنكم بالعام؟ قل لي ما دليلك؟ أقول لك ماذا قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من؟ إبراهيم نبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الأنبياء بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما ظنكم بالعالم ولو تبحر في العلم؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فما ظنكم بعوام الناس ومع وجود الفتن والشبه والشهوات والبدع والخرافات التي تبث في هذا الزمن عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل؟